كان رجل إرهابي حتى في العالم، وحيكون القضاء الموريتاني قضاء نزيه وعادل، وبالتأكيد أنهم حيسلموه للمحاكم الليبية، وغير عندما يستقر الوضع عند الليبيين وعند الموريتانيين القرار السياسي إن شاء الله يصب في اتجاه واحد، وإن شاء الله يتم تسليمه في قريب العاجل إن شاء الله. نحن لا ننفي طلب أي دولة في العالم الطالب بمجرم بهذا، لأنه هو بالتأكيد اقترف عدة جرائم وتمس أكثر من دولة وعلى أشخاص ولا دول، جهات اعتبارية أو خاصة. لا ننفي هذا الكلام، ولكن لا بد أن يكون عن طريق القضاء الليبي، عن طريق المحاكم الليبية. وإذا كان دخل بأوراق مزورة فمن حقهم رفع قضية بدخول أوراق مزورة. مني احنا لا مجلس انتقالي ولا اي دولة لا تقدر لا تنفي جريمة شخص يدخل بأوراق مزورة لدولة وفي أراضيها وفي سيادتها.